تشتهر منطقة غيلبة وزهير بحضرموت بوجود العديد من الحصون التاريخية ومنها قصر السلطان القعيطي، تتعرض اليوم للانهيار دون أن تتدخل الجهات المعنية من حمايتها. في هذا التقرير مناشدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. في حضرموت المعلم التاريخي الأصيل وخصوصا في الغيل تتواجد العديد من الحصون وأهمها حصون بني همام والعولقي، حصون مهمة جدا لها تاريخ وباع طويل في تراث وحضارة هذه المدينة بشكل خاص واليمن بشكل عام، إلا أن قلة التطرق لها من وسائل الإعلام أو القنوات جعلتها عدم محطة اهتمام من قبل الكثيرين. مديرية غيلبة وزهير طبعا المديرية توجد فيها كثير من المعالم التاريخية والأثرية التي موجودة، سواء كانت على الواقع أو سواء كان في الجانب الثاني هناك الروحي والغير ملموس، سواء كان في التراث أو في الفنيات أو في الألعاب الشعبية أو في كل حاجة. لكن علي أن نتحدث على الواقع الملموس اليوم، وبخصوص الآثار التي انقرضت على طول في هذه المديرية. وأنا بشوف هذا السبب الأساسي، لأنه ما في هناك شيء اهتمام وصيانة لهذه الآثار الموجودة. لهذا عندما تترك انت هذا الاثر او هذا المعلم بهذه الطريقه يتهدم، لان سياتي وقت من الاوقات سيهدم نهائيا هذا الاثر الموجود. فطبعا لاحظنا نحن في الفتره الاخيره المديريه افتقدت الى كثير من هذه الاثار وانقرضت نهائيا. مديريه غيلبة وزهير تتواجد فيها الكثير من المعالم الاثريه، لعل من اهمها قلعه العولقي وحصون آل بن همام وكثير من المواقع الاثريه الاخرى. اضافه انه نرى ان هناك كثير من عدم الاهتمام من قبل الجهات المعنية في السلطة المحلية وهيئة الأراضي والسياحة والثقافة وصندوق التراث وهيئة الآثار، إضافة لدور منظمات المجتمع المدني. فهناك يجب أن يتم الاهتمام، فقد بدأ الزحف وبدأ البناء العشوائي على مواقع هذه المواقع الأثرية. تتميز مديرية غيلبة وزهير بوجود الكثير من الحصون والقلاع، أبرزها قلعة العولقي في الصداع وحصون بن همام في غيلبة وزهير. قلعة العولقي بناها الأمير الجمعدار عبد الله بن علي العولقي عام 1863 ميلادية. يوجد عدد لا بأس به من الحصون في مختلف مناطق غيلبة وزهير نفسها أو غيرها من المناطق ومنذ فترة زمنية طويلة، والتي تمتاز بتاريخ كبير وحكايات خاصة تمثل العديد من الدول والسلطات في هذه المنطقة التي تداولت في حكمها. بعض الحصون أيضا أصبحت مساكن لعدد من القبائل منذ فترة طويلة التي لا زالت موجودة حتى الآن. نتمنى من الجهات المختصة أن تدارك الموضوع، لا تدارك الوضع هذا وما تبقى من المواقع أن تحافظ عليها وصيانتها. فنأكد على مسألة الصيانة والحفاظ، وهي مسؤولية الجميع، ليست سلطة محلية، وإنما مسؤولية الجميع مسؤولية عامة، وتقع على عاتق السلطة في المقدمة الأولى وكذلك الجهات المختصة سواء كان في السياحة أو في الآثار. يجب على السلطة أن تعجل في اتخاذ إجراءات سريعة بإلغاء أي صرف للحفاظ على حرم هذه المعالم الأثرية، حتى فعلا تكون مستقبلا معالم يجب أنه يتم الاستفادة منها والحفاظ عليها كتراث مادي لهذه المديرية. أهمية هذه المعالم التاريخية أو الحصون أو العمران التاريخي له أهمية كبيرة جدا، يعكس تاريخ هذه المديرية بشكل عام، ولكل حصن أو لكل معلم تاريخي حدث وتاريخ وقصص تاريخية، ويعني يعكس أقدمية هذه المدينة ويعكس تاريخ هذه المدينة. فنحن طبعا نعتز بوجود هذه الحصون. إن شاء الله الأمور، نحن في السلطة مهتمين بهذا الجانب، ولكن حسب ما قلت أنه هذا إعادة الترميم أو التأهيل أو الاهتمام يحتاج إلى ميزانيات كبيرة، يحتاج إلى كلفة كبيرة، ولكن المساعي موجودة وإن شاء الله نوصل إلى يعني نسبة متقدمة في إعادة تأهيل الحصون المهمة جداً.
ترميم تحتاج إليه هذه الحصون وميزانيات كثيرة وتكلفة أكبر لترميمها وفق النظام التاريخي وعدم العبث بها عشوائيا، إمكانيات بسيطة ومحدودة تحتاج إلى المزيد من الجهود.